الطائرة المحملة باللقاح الصيني في يوم الاثنين المقبل المصادف الأول من آذار، وهو أول لقاح سيدخل العراق. وللاطلاع أكثر على هذا الخبر معنا الاتصال مع الدكتور سيف البدر الناطق الرسمي لوزارة الصحة. أقول لك مساء الورد. أهلا وسهلا، مساء الخير دكتور. بداية نريد نعرف أو نعرف المواطن من خلال حديث بغداد ما هي آثار وتبعات هذا الحدث المهم وهذه البشرى الكبرى. شكرا جزيلا سيد الكريم. تعرف حضرتك احنا من اكثر من سنه احد اولويات وزاره الصحه بالنسبه الى مهامها وواجباتها الاخرى هو مواجهه الجائحه. قالنا السيد الوزير قبل مده بمؤتمر صحفي انه سيكون استلام اولى الوجبات من اللقاحات مايز وشهر شباط، وبالفعل هذا اللي راح يكون. اولى الوجبات ستصل خلال ايام. احنا اعتمدنا لحد الان ثلاث شركات هو سينوفارم الصيني وفايزر واسترازينيكا البريطاني، ستصل اولى الوجبات ان شاء الله خلال ايام، ومن خلال مناقب التوزيع في بغداد والمحافظات سنبدا بعمليه ايصال اللقاحات الى الفئات المستهدفه اللي اعلنتها الوزاره حسب راي خبراء الصحه العامه. اما بالنسبه لموضوع الطفلة المناشدة، طبعا تعرف حضرتك احنا باب السيد الوزير مفتوح للجميع سواء كان مواطنين او موظفين، وكل يومية يعني عشرات المناشدات احيانا تتجاوز المئة يستقبلهم السيد الوزير في مكتبه بشكل يومي، يعني يراجعون بشكل مباشر، واحيانا خلالكم خلال وسائل الاعلام وتم الاستجابة من خلال مكتب الوزير والأقسام المرتبطة به والمتابعة بشكل مباشر من قبله مع دوائر الصحة أو المستشفيات. بعض الحالات يكون علاجها ممكن داخل العراق، وبعضها يتعذر داخل العراق يكون ضمن برنامج الإخلاء أو الاستخدام الطبي. طيب نعود أكثر إلى الفيروس ووصوله. أرد أوضح للمشاهد الكريم أكثر عن لأي مدى يمكن للمواطن البسيط أن يحصل على هذا اللقاح، وهل يمكن أن يحدد اللقاح من خطورة السلالة الجديدة أو يحافظ علينا من هذا، أم هي فقط خلينا نقول مع السلالة الأولى أم يدمج الاثنين؟ سيد الكريم اللقاح سيكون فعال إن شاء الله على كلتي السلالتين حسب ما اكدت المصادر العلميه المعنيه بهذا الموضوع. وبالنسبه للوصول الى اللقاح واخذه هو حسب الاولويات، احنا ما عندنا اي اعتبار اخر انه يكون حسب العمر او حسب يعني حسب الفئه العمريه او الفئه المرضيه اللي عندهم مشاكل صحيه مزمنه او الفئه المهنيه، يعني الملاكات الطبيه والصحيه، القوات الامنيه، الاخوه الاعلاميين، بعض الوظائف المعينه اللي احتماليه الشخص ان يصاب اثناء ممارستها اعلى من غيره.